السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ عاملين ايه؟ المهتم بالجديد والمفيد في عالم التطبيقات، اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل ما هو جديد ومفيد في عالم التطبيقات. في القناة عندي اقدر افك التطبيقات الحديثة اللي بتسهل لك حياتك اليومية، والتطبيقات الفيك، وكمان التطبيقات الهاكر. النهاردة ان شاء الله مع شرح تطبيق جديد واسمه فيبن في بي ان سكيورتي في بي ان بروكسي. التطبيق ده مساحته 30 ميجا، محمله اكتر من مليون شخص. التطبيق ده من ضمن تطبيقات الفي بي ان. تطبيقات الفي بي ان دي اللي بيكون الغرض منها ان انت تقدر تستمتع بسرعة انترنت عالية، تقدر ان انت تستمتع بالعاب اونلاين وسرعه عاليه برضو للالعاب، تقدر ان انت تخفي الاي بي ادرس بتاعك من اي شبكه انترنت داخل عليها، سواء الشبكه دي شبكه خاصه او شبكه عامه. تقدر ان انت تفتح اي مواقع محظوره في البلد اللي انت فيها، سواء المواقع الاخباريه، المواقع الاقتصاديه، المواقع التثقيفيه، المواقع الرياضيه. تطبيقات الفي بي ان دي بتكون كمان بتخليك كانك فاتح من دوله تانية غير الدوله اللي انت فيها. كمان بتقدر تفتح اي تطبيق او تحمل اي تطبيق غير مصرح بيه في البلد اللي انت فيها، او تحمل اي تطبيق بيكون مخصص لدول معينة، زي تطبيقات بيكون مخصصة لدول اوروبا، تطبيقات مخصصة لامريكا، تطبيقات مخصصة لروسيا. فانت بتقدر تفتح التطبيقات دي علشان الفي بي ان ده زي ما قلنا بيخليك كأنك فاتح من دولة تانية غير الدولة اللي انت قاعد فيها. كمان محدش يقدر يعرف المكان بتاعك ولا اللوكيشن بتاعك الحقيقي من خلال التطبيق ده، او من خلال ان انت تكون مشغل الفي بي ان. ده كده الغرض من التطبيق، وده فايدة التطبيق. مشكلة التطبيق ان هو بيتضمن اعلانات وبيطلب منك الاشتراك وشراء التطبيق، بالاضافة لان التطبيق بيكون باللغة الانجليزية ومفهوش لغة عربية. بس كده، لو عجبك شرح التطبيق تدوس لايك للفيديو، لو عايز شرح التطبيق معين يا ريت تكتب لي في الكومنت. لو اكتشفت ميزة او عيب للتطبيق في اي تحديث من التحديثات القادمة اكتبها في تعليقات الفيديو. بمناسبة، لو اكتشفت ميزة او عيب اكتبها في تعليقات الفيديو، فده تنويه دايما بنوه عليه في اخر كل فيديو، علشان لو حد اتفرج على الفيديو بعد نزوله فترة طويلة وحمل التطبيق واكتشف ميزة او عيب يكتبها، علشان لو حد غيره دخل وشاف التطبيق يعرف ان التطبيق حصل فيه تحديث سواء ايجابي او تحديث سلبي. علشان في ناس بتكتب لي تعليقات على فيديوهات نازله بقالها مثلا 7 شهور، 8 شهور، سنه، ويقول لي في حاجات ايجابيه انت مش قايلها ليه، او في حاجات سلبيه انت مش قايلها ليه. ده ببساطه علشان دي بتكون تطبيقات، يعني بنكون بينزل لها تحديثات مستمره، يعني ممكن كل اسبوع، كل 10 ايام، كل شهر بالكتير بينزل التطبيق تحديث. قد تكون التحديثات دي ايجابيه وقد تكون سلبيه. عشان كده دايما بننوه ان لو حد حمل التطبيق واكتشف ميزه او عيب يكتبها. اما لو انت مش حابب تعمل كده وحابب ان انت لقيت فيديو لتطبيق معين وعايز تعرف الحاجات اللي تمت على التطبيق ده ايه، او ايه اللي حصل من ساعة ما الفيديو ده نزل لحد دلوقتي، الفيديو نزل مثلا بقاله 10 شهور، بقاله سنة، فانت ممكن تكتب لي في تعليقات اي فيديو قول لي اشرح لي التطبيق ده مرة كمان وانا هشرحه لك، او تراسلني على الفيس او على الماسنجر على الاكونت باسم مراجع برامج وقول لي اشرح لي التطبيق ده وانا هشرح لك التطبيق ومميزاته وعيوبه وازاي تقدر تشغل التطبيق، وازاي تقدر تشترك او تلغي الاشتراك من التطبيق. وبس كده، شكرا، سلام عليكم.